صباح الخير مجددا. سريعة تمضي الأيام وصولا إلى 21 من شباط الجاري الذي يرى فيه البعض حدا فاصلا بين مرحلتين، أولى تعرض فيها الطروحات لا بل المناقصات أو المزايدات في موضوع قانون الانتخاب، وثانية يصبح فيها الحسم واجبا، خصوصا أن موقف رئيس الجمهورية ثابت حول رفض العودة إلى قانون 60 المعدل في الدوحة من جهة والتمديد من جهة أخرى. هل من الممكن أن تحصل معجزة من الآن وحتى الثلاثاء المقبل؟ وماذا عن تطور مواقف الأفرقاء؟ وما هي الصيغة الأوفر حظا إلى الآن؟ وهل من أمل بعد في أن ينجح معرقلو إقرار القانون الجديد في إبقاء القديم على قدمه؟ هذه الأسئلة وسواها نعرض لها في سياق حلقتنا اليوم من حوار اليوم مع الصحفي الأستاذ سيمو أبو فاضل. أستاذ سيمو صباح الخير. صباح الخير لك وللمشاهدين، صباح الخير. يعني الموضوع الأساسي قانون الانتخاب مع تناقص المهلة الزمنية وصولا إلى 21 شباط، برأيك هيدي المهلة هي فعلا حد فاصل أو أنه بعد في صياغ ممكن أنه يعني ينلعب فيها على المهلة على ضوء التقدم ببحث قانون الانتخاب الجديد؟ لا، هي المهلة عمليا بتفوت البلد بمرحلة انتخابات، لأنه وزير الداخلية بده يدعي بضمن مهلة محددة محددة الدستور. هلا بهذا الوقت وبظل التجاذب اللي عم بيصير حول قانون الانتخاب، إذا فاتوا بهذه المرحلة اللي هو يعني بيكون دعا فيها لإجراء الانتخابات وحدد يعني حدد مواعيدها، إذا جد واقع جديد إنه تم تفاهم القوى السياسية على قانون الانتخاب، في مسارين، في مسار إنه إقرار القانون، ومن هون بيكون في إنه كيفية عملية الربط بعملية يعني إجراء الانتخابات تحت شعار انه في ظروف جديده، في يعني في معايير تقنيه بدها تفرض حالها، بتاجل ساعتها موعد الانتخابات. بس اذا قلنا ما تم التفاهم على قانون، لا، رايحين نحن على انتخابات او على مشكل على بظل القانون الواقع هلاني. بس بضوء موقف رئيس الجمهوريه اللي عم بيلوح فيه له فتره، يعني الارجح هي انه رايحين على مشكل. هذا بدي اقوله انا، انه رايحين على انتخابات او مشكل. اليوم اذا استدركوا انه القوى السياسيه خلينا نقول انه كلها سوا اليوم عندها رغبه باجراء قانون انتخاب، يعني باتفاق على قانون انتخاب يعطيها حقوق او يوازن على يعني يوازن على حضورها بالمعادلات. طبعا هذا شيء طبيعي اليوم، لانه ان كانوا اليوم استجاد بجو من التعايش كلهم مع بعضهم وبينتها يعني على خلفيه التفاهمات ما قبل الرئاسيه، بس بالنتيجة القوى السياسية بتعمل حسابات بالمستقبل، بتحسن موقعها، بدها تكبر كتلها، في حكومة بالمستقبل، في انتخابات رئاسية، من هون عم بده يجي يعني بده يجي الصراع الطبيعي. من هون بدنا نشوف انه ولادة قانون الانتخاب بعد ما وصل مش رح يكون سريع قبل ما يبين انه رايحين نحن على استحقاق اللي هو في كثير عم يجتهدوا فيه. بعض بيقولوا رئيس الجمهورية ما بيقدر إلا ما يوقع، بعض بيقولوا مش ممكن إلا إنه إلا ما نتفق على قانون. بس بالمسار اللي رايحين عليه إذا ما في قانون بالبلد في أزمة، هي الأزمة إنه شو بيصير بموضوع مجلس النواب، لأنه ما في صيغة، ما في نص خارج إطار لجوء النواب للتمديد إنه يبقى مجلس النواب قائم بعد انتهاء ولايته. ما هو قائم بعد انتهاء ولايته، يعني شو بده يعمل؟ تصريف العمل شو بده يشمل؟ لا، مجلس النواب ما في تصريف عمل، يعني اليوم ما في نص. تصريف الرئابة على العمل الحكومي أو التشريع؟ لا، هلا بعيدا عن إنه إذا هو عم بقوم بدوره أو في تقصير بدوره، بس فرق ما يكون في أنت اليوم بنظام يعتبر برلماني عندك مجلس نواب قائم، النواب بعضهم بولايتهم، فرق ما يكون هو اعتبر سقط، ما في مارس رقابة على الحكومة على المؤسسات، يمكن هذا شيء بالشكل. طبعا هون بتكون أنت عم تعمل عم تضرب يعني على النظام ككل، وقت اللي بيكون السلطة التشريعية صارت سقطت وصارت منحلة. يعني هي أكثر كانت يمكن مهلة حس، ما بعرف إذا هل الحس رح ينجح أو ما رح ينجح ضمن المهلة المتبقية. أنا عم شوف القوى السياسية يعني مستحقة. بس هو اللي بدي أسألك هيك، إنه هل الجو العام المناخ العام بالبلد هو جو اتجاه لمشكل؟ لا مش مشكل، بس اليوم إذا رئيس الجمهورية عم بقول أنا ما بوقع، وانا ما حدا بيقدر يمارس معي ما مارس قبل، ما عم بحكي كلام ما بدي ينسب لرئيس الجمهورية، بس عم بحكي معهم انه انا ماني غير رئيس اللي فيكم تبلغوه لصقا مثل ما صار سابقا. يعني في حال انا رفضت يصير في دعوات، يصير في اجراءات معينه، انه انا اليوم امثل حاله سياسيه وزاريه نيابيه تمكنني انه ارفض اذا انا اعتبرت انه هذا القانون اللي انا رافضه سيفرض علي. هيدا الموضوع بده يكون بده يعني عم تاخذوا القوى السياسيه بعين الواقع،
يعني اذا كان وزير الداخليه عم بقول انا علي اتصرف النص اللي قدامي ادعي الهيئات الناخبه، بس انه بالنتيجه اذا يوما ما قدروا يوصلوا على الانتخابات، ما منا مسؤوليه هيدي اي مسؤول مي اي شخص بهذا المجال، لانه في حدا ما عمل قانون انتخاب، في رئيس جمهوريه عم بقول انا ما بقبل، في قوى سياسيه عم تقول ما بقبل بهذا القانون. يعني المشكل مش واضح بعد، هل انه الفراغ هو استحقاق رح نوصل عليه بهذه السهوله بدون ما نطلع على مفاعيله بعدين، على النظام اللبناني، على رغبه الثنائي مثلا الشيعي باسقاط السلطه التشريعيه اللي هي بتعتبرها يعني احد المفاصل المتمكنه فيها، تاثيره على النظام الجديد والتوازنات. اذا اليوم انت قدام استحقاق بخليك تاخذ البلد على اعاده صياغه نظام، يعني اليوم بتطلع بالمنطقه بشوف ما حدا باله بحدا، وقت صار في اتفاق طائف او صار في تسويه الدوحه كان في غطاء دولي واهتمام خارجي. اليوم اذا فتنا بهذا الفراغ معناتها في ضياع. من هون القوى السياسيه من دفعه بدها تعمل قانون، بس كل واحد مثل ما يعني حكينا بالبدايه بلك حق الطبيعي حسن حالي، بيعتبروا بعد ما وصلوا على الخط الاحمر. انا بشوف اول ما يوصلوا على الخط الاحمر رح يكون في قانون جديد. خلينا نشوف شو ممكن يكون هالقانون الجديد. اليوم في طرح جديد تم تداوله بالصحف بشكل عام، يعني هذا الطرح يتضمن مرحلتين، اولى تاهيليه طائفيه في دوائر مختلطه وسطى وفق النظام الاكثري، وثانيه وفق النسبيه مع صوت تفضيلي مقيد بالقضاء. يعني هيدا عكس اللي كان متداول سابقا عن التاهيل بالقضاء والنسبيه بالدائره الاكبر. يعني هيدي الصيغ كلها اخرتها يعني لما رح تودي التاهيل. يعني اليوم خلينا نقول شغله، انا يعني نحكي هيك الامور بواعيه. اليوم في شقين بقانون الانتخاب، فيك تاخذ قانون متوازن وتقول هذا يعتمد، وفيك تقول اليوم مثلا اي قانون اخر انه تقول هذا فيه عورات انه بس انه بدنا نطبقه. اليوم في حركه لانتاج قانون انتخاب عم يدرسوا، يعني كده عم اقول لك عم ارجع اقولها. اليوم كل الناس بيعتبروا انه في توازنات جديده، اليوم في قوى سياسيه معتبره انه بدها تحصن حالها، حكيناها قبل، في قوى مسيحيه عم تعتبر انه عندها حسابات رئاسيه كمان بدها تظهر من هذا الانتخابات، يا قادره تعمل بلوك يا قادره تطلب بقوه على الانتخابات الرئاسيه. اليوم مش سهل تعمل قانون. يعني انا مثلا سمعت عن المختلط، بدي اعطيك مثال، سمعت في دراسه توزعت بقول عنها النائب نقول لفتوش انه مثلا المختلط انه غير قانوني او غير دستوري، بمعنى انه او لا يوازن بين مثلا الناخب وبين المرشح، انه واحد بياخذ 100,000 واحد مثلا بياخذ 20,000، او انه ناخب بينتخب واحد ناخب بينتخب خمسه، يعني او بين يلي بيطلعوا بالاكثر وبين اللي بيطلعوا بالاقل. عم بقول انه اليوم هلا عم بتطلع قوانين جديده، بلحظه من اللحظات اذا القوى السياسيه اتفقت على قانون بصير انه تحت شعار انه ليزون ديتا وما حدا فيه يغطي، ما حدا فيه يرفضه، يعني بما انه الدستور اليوم معطل بروحيه عمله، بتروح القصه انه اذا حدا طعن ما بياخذ مدى بيمشي. يعني هو هل القوى السياسيه باخر اللحظه بدها تتوافق على قانون، بدها تسجل انه انا بدي اخذ هذا النوع من التوازنات. اليوم مبينه انه في ثلاث حالات متحفظه، في رفض، في اول شيء رغبه عند الثنائي الشيعي او عند حزب الله يتمدد ويفوت على قلب البيئه السنيه ويشلح الرئيس الحالي لمجموعه نواب، هيدي صارت واضحه. في موضوع اخر له علاقه بانه هل الثنائيه المسيحيه مقبوله، التفاهم اللي صاير اليوم بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانيه، هل هيدا البلد قادر يحمله بعد ما تعودوا بالسابق على غير واقع؟ هيدا مثلا هل انه نسبيه قد ايه بتاخذ منه، قد ايه بتشلع فيه، قد ايه بتعمل خروقات فيه. في النقطة الثالثة الموقف اللي عنده هي النائب وليد جنبلاط، عم بقول انا اليوم رافض هذا القانون، بعتبر انه انا هذا يطال الخصوصية الدرزية ويؤدي الى تحجيمي. في عدة عوامل بدك تلاقي نقطة مشتركة، قاسم مشترك بلحظة، هي من اللحظات مثل أي اتفاق سابق صار بلبنان، مثل ما صار بانتخابات رئاسة الجمهورية، مثل ما صار بتشكيل الحكومة وبيان الوزاري. في لحظة بدك هيك بده نص البلد، يعني قوى سياسية تقول، فإذا هون في تلاقي مصالح أو حدود أدنى من المواقف المشتركة بتخلينا نسلم. أنا هيدا اللي شايفه، بس تأجي لك استجاد إنه نحن رح نجي يطلع قدام البلد قانون نطلع فيه نقول هيدا القانون المثالي،
لا بده يكون في محل حدا انه مش راضي، بس بده يعتبر انه حدا بده يطمنه، بده يعتبر انه بظروف فلانه بيرجع بياخذ يعني مكاسب. من هون القانون اللي قريته اليوم عن 14 دائره هو فكره جديده، بس بالنتيجه بعد ما لنا الفكره النهائيه. يعني اليوم في شيء بيسموه على المرء ان يسعى، بده يشتغل، بيشتغل سياسي ما في يوقف، بده يقدم افكار ويقدم افكار ويقدم يدق ابواب، ما في يقعد متفرج. اليوم من هيدي الناحيه انا عم شوف انه في مساعي لوقت ما القوى السياسيه تشعر انه في مسار ضاغط هو موقف رئيس الجمهوريه، بمعزل اذا كان انسان بيطلع على الموقف سلبا او ايجابا، او اذا كان يعني دستوري او غير دستوري او مفاعيله، بس اخر شيء له مفاعيل سياسيه، بس رئيس الجمهوريه رح يكون له دور. من هيك بتشوف قوى سياسيه اليوم بلشت تعمل تسال وتعمل دراسات، هل انه مجلس الدستوري عفوا مجلس النيابي يستمر او لا يستمر في حال مثلا وصلنا لعدم اجراء انتخابات وعدم توقيع التمديد. يعني في استحقاق طاغي على الجميع لانه له علاقه ب بمشهد النظام. هو كمان حتى استاذ سيمون بموضوع التمديد، يعني رئيس الجمهوريه قادر الى حد ما ايضا يعرقل الموقف السياسي، وبعدين اذا ما مضي قانون التمديد بحال اقر بمجلس النواب بعدين نرجع نفوت ب رئيس الجمهوريه بقصه كبيره. رئيس الجمهوريه بحكي كلام يعني مرتين صار حكي بصراحه بهذا الموضوع. قبل كان رئيس تكتل تغيير الاصلاح، بدك تاخذ المواقف بسياق تسجيل المواقف والتعبير عن راي يمثل حاله سياسيه هو بيمثلها. اليوم حكي موقف قدام السلك الدبلوماسي، حكي عن النسبيه، يعني حكي مؤخرا عن نسبية. يعني انا بدي اقول كمراقب، انا لاني لا مؤيد ولا معارض، انا بدي اقول رئيس الجمهوريه يعني ملتزم. يعني اليوم رئيس الجمهورية حدد انه هو بده قانون جديد وانه ما بيقبل بهذا القانون، فاذا حط لهم هو حط يعني حط اطار للقانون الجديد. من هون اذا بدك تيجي تقول له للرئيس الجمهورية لا بدي اعطيك الستين رح يرفضه. يعني هيدا اللي هو بدون عم القوى السياسية مستحقته، انه ميشيل عون لين يقبل بالستين تحت شعار انه الفراغ او انه ما رح يقبل اجراء انتخابات. عم بقول لهم انا بقبل بتأجيل الانتخابات، هو عم بقول وعم بقول التيار ككل وحدد قوة صارت عم تعترف فيها انه اذا اجلنا عدة اشهر تحت شعار انه اجراءات تقنية بنقبل فيه. فاذا في مخرج لعدم التمديد ولعدم اجراء الانتخابات هو استحداث قانون جديد افضل من الحالة، ما بيؤدي الى انه جاء الانتخابات لا اجراء على قاعدة قانون افضل. نائب ولي جملات من كم يوم قال انه هو قدم افكار جديده بهالاطار للرئيس نبيه بري، قدرت تعرف شيء باتصالاتك بمعلوماتك عن هالافكار الجديده؟ انا اللي عرفته انه هو كان مطمئن لكلام السيد حسن نصر الله انه ما في انه خاطبه انه هذا منه تحدي للدروس، بس ما كان في افكار لا. يعني كان عم بيقول له رئيس بري، انا عم بحكي هم معلومات، انه هذا الموضوع بدنا ناخده بعين الواقع، في يعني ما فينا نتجاوز، ولا انه في مسعى يعني في ثنائي عم يحكي بالنسبيه، هو التيار الوطني الحر او الجمهوري بده قانون بالنسبيه مع حزب الله، في مثلا القوى المسيحيه بدها قانون جديد، يعني بمعنى انه في واقع اليوم جديد ما فينا نتجاوزه. من هيك النائب جملات اللي بعلي السقف دائما عم يتأقلم انه في شيء جديد جاي انا قدامي وما عندي اليوم حليف بالدفاع معي عنه. يعني اليوم هو كان مراهن حتى المستقبل، يعني بدي اقول لك اياها، كان مراهن انا يعني هون عم بروح قبل سؤالك، كان مراهن انه ياخذ متراس من تيار مستقبل. تيار مستقبل عم بقول انا انه انا ملتزم انه بالحد الادنى انا حكيت بقانون مختلط، فاذا رئيس الحكومه ما بيقدر يكون غير ملتزم بكلامه. يعني التزم معه مع القوات اللبنانيه بالمختلط والتزم يعني مع الاشتراكي، فاذا ما فيك اليوم انه تحت شعار بس نوصل على الاستحقاق نراهن. من هون انه عم بشوف حاله وحده انحكى، واللي انه النائب جنبلاط انه طيب بنطمنه، لانه النائب جنبلاط منا الازمه عنده هي ازمه درزيه. يعني اليوم انا بدي اقول لك شغله بهذا الموضوع، هي ازمه الكتله الكتله، انه ليش مثلا يعني هو ما بروح بطالب بقول انا بدي درزي محل النائب انور الخليل، ليه ما بطالب فيه؟ ليش ما بيجي بقول انا بدي درزي محل النائب اللي طالع مع التيار الوطني الحر بعبد علي؟ فاذا هو ما عم بيحكي بالمنطقه الدرزي، يعني هو عم يحكي تحت شعار انه انا امثل الطائفه الدرزيه، بدي يكون عندي يعني بدي يكون عندي وسع حالي بنواب بونس من المسيحيين.
لا هيدا اللي هي الإشكالية اللي صايرة معه، لأنه اليوم ممكن بكرة يكون في غير نواب يعني بيقدر هو يرشح يقول أنا إذا هو بده يكبر كتلته، فيقول أول أنا بالمتن في نائب ممكن يكون على نسق مكانه سابقا يعني بأزمة سابقة يكون مؤيد لخياره، وشوفوا قديش خياره بيعطي نتيجة. فإذا هي عملية تكبير حجم من حصة المسيحيين أكثر ما هي عملية أنه التمترس بالواقع الدرزي، لأنه اليوم بلش ينحكى من اليوم أنه بالنسبية رح يكون في واقع جديد عند الطائفة الدرزية، وواقع جديد مش من باب عدائي. يعني إذا أنا ما بدي أحكي لأنه علم عندكم بالمحطة، إذا منلاحظ مؤخرا يعني منشوف التيار الوطني رئيس الجمهورية قبل منا الوزير جبران باسيل الدكتور سمير جعجع، كل القوى السياسية إذا بتلاحظ هاي القوى اللي هي معتبرة حتى الكتائب الأحرار خلينا نحكي كلهم بيعتبروا أنه بمحل عندهم امتداد طبيعي بمنطقة الجبل، ما حدا منهم راح بلحظة من اللحظات بحل التحدي لجنبلاط، انه احنا حارسين على المصالحة وحارسين على التعايش. فاذا الموضوع منه انه كل الصيغ اللي عم تتقدم ما حدا يعني ما حدا يعني في لحظات صار كان ينحكى انه جنبلاط متفاهم مع التيار اكثر ما متفاهم مع القوات، يقولوا ممكن يكون تفاهم هو التيار بالجبل. يعني بمعنى ما حدا يعني سمير جعجع براعي، جبران باسيل براعي، طلع كلام قاسي وهو عم ياخذه بعين الواقع، لانه اجى من ضمن كل واحد بده يسجل مني بمعرض اوضح، يعني كل واحد بده يشد باتجاهه، لانه اللي نقل عن داخل اجتماع الرباعي. نعم. هو الكلام اذا كان بهذا الحديه مثل ما انحكى، اكيد جملات بده يعتبر انه انا عم بحطوني بقنينه بوقت انه بده يفوت علي الثنائي الشيعي وبده يفوت على كل القوى السياسيه. من هون مطلوب الطمأنة اللي هي انه هذا القانون يوازن بين الجميع. هيدا المطلوب، انه بس يشعر الجميع انه في قانون انتخابي ما بيشكل تحدي لحدا، بتشوف انه الامور راحت بالجو من التفاهم. بس استاذ سيمون يوازن بين الجميع، يعني اخر شيء الموازنه بين الجميع بتعني انه اقتطاع عدد من النواب المسيحيين واعطائهم للنائب وليد جنبلاط، هيدا هو التوازن بالجبل؟ لا مش هيك. الموازنه بين الجميع يعني اليوم يعني الكل يخسر بمحل ويربح بمحل. بدي اقول لك شغله، اليوم انا مثلا بمحل من النسبيه مثلا بينظلم سعد الحريري بيتاخذ منه، طب كيف بمحل بيتاخذ منه ما بيتاخذ من الثنائي الشيعي، لانه البيئه اللي بده يتم فيها اجراء الانتخابات مختلفه عن البيئه الثانيه اللي مسيطر موجود فيها حزب الله. فاذا في محل يعني من عدم التوازن. بس انا عم بحكي انه بمعنى انه اليوم وقت انت نائب جنبلاط، طيب انه هو بيعطي طلال اثنين مقعد وعنده ثلاثة من ثمانية مش إله، طيب اليوم أنت معركتك هو على أي أساس؟ لا حدا اليوم بالجبل عم يجي يعني يكون بحالة مواجهة له، كلهم عم بيضمن يشيدوا فيه وبحكمته حتى بيوصل لوقت يعني كلهم بيعتبروا الراحل كمال جنبلاط هو شهيد، ويعني وبيترحموا عليه، رايحين على الآخر يا هي حالة يعني مسايرة يا حالة انه مثلا انبطاح، بس في جو من كله من المسايرة. فاذا التكبير على حساب المسيحيين ممكن له حق يقول انا بدي كبر كتلتي لانه ما بدي يكون عندي لون مذهبي. طيب اذا اليوم هو طلع معه نائب سني، نائب كاثوليكي، نائب مسيحي من ضمن الترشيحات، بس اذا كان هو ما بيطلع له يقدر ياخذ 11 و12، هذا موضوع مش مسؤولين عنه القوى المسيحيه، هي خيارات سياسيه للناس بدها تكون هي بدها تترجمها، يعني ما فيهم يعملوا له قانون على قياس وبتاخذ 11 او بتاخذ 12، لا ما بقى حدا في يعملها، لانه هذا القانون الجديد اللي بده يجي ما حدا في يتوقع رده فعل العالم فيه. الناس اليوم كمان مستاءة من كل القوى السياسية، ما في قوى سياسية فيها تعتبر انه هي تمثل امال الشعب وتطلعاته. خلينا نشوف شو عم بيصير بالازمات، بالفساد، بقصة أساسة الثانويين، بقصة النفايات، يعني ما حدا مرتاح. مشان هيك قانون الانتخاب اليوم عم بحاولوا انه يحموا حالهم فيه، لانه في ردة فعل بدها تكون كثير مؤثرة إذا كان القانون قادر يعطي للمعارضين يعني لفريق ثاني يكون بحالة حراك انتخابي يوصل إلى الندوة. من هيك انه القوى السياسية محتارة قديش فيها هي تعتبر انه بالقانون تضم محافظه على كوتا تضمها هي مسيطره فيها. استاذ سيمون، على الساحه المسيحيه برايك التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه متفقين على قانون معين وما عم يعلنوا، او انه هناك تعذر بالاتفاق بس يعني محددين شو هي الخطوط العريضه؟
هلا انا ماني شايفهم متفقين على قانون معين، يعني بين على شو متفقين لك انا؟ انه بينت بعده محطات انه ما في انه مثلا معين، يعني مثلا انا بدي اقرا اليوم طالع بجرايد في اقتراح مقدمه الوزير جبران باسيل اللي حكينا عنه هلا. اوكي هذا هو 14 دايره القوات مثلا بعضهم عم يحكوا بالمختلط، يعني هل انه التيار بيحكي نهائي كليا يعني بكل المواضيع عن القوات اللبنانيه؟ انا مش هيك بشوف، بشوف ان القوات اللبنانيه بعدها حاطه حالها يعني بهذا الموضوع على مسافه، لانه دكتور جاجة عم يحكي بالمختلط. بشوف مثلا باللقاء الرباعي اللي صار بعد منه صار في اعتراضات وتحفظات من القوات اللبنانيه على بعض سياق بالقانون. نعم القوات كمان الكتائب كمان المرضى كمان الجميع كل واحد اسالك عنهم لوحدهم. انا عم اقول انه يعني الاحزاب اللبنانيه المسيحيه عفوا مش محدده افاق. هيد خلينا نقول لك لانه اليوم الحسابات اليوم يعني اليوم في حسابات مختلفه، التمدد الطبيعي الديموغرافي لكل حزب يعني بالشراكه مع الاخرين مختلف عن الاخر، مشان هيك يعني عم بيراهنوا على المختلط. ليش؟ لانه بالمختلط في بعض المحلات بياخذوا كميه من العلم بطريقه مريحه مثل بكسروان والمتن، يعني بتاخذ كميه بلوكات 7 8 ب 4 5 بتكون انه اول شيء هيدي يعني بتعطي الفريقين. بس انا عم شوف انه لا بعد بقانون الانتخاب بس انحكى. انا حسب تقديري اذا بقول لك انا حسب معلوماتي انه التيار الوطني الحر بيروح على النسبيه الكامله، النسبيه الشامله، النسبيه باي صيغه، بينما مثلا القوات ما بتمشي فيها. يعني فاذا قال الدكتور جعجع انه هذا الهدف من هذه النسبيه هو انه ما يكون عندنا كتله بهذا الحجم، فاذا في هذا النوع من التباين اللي هو قائم. نوصل للكتائب. نائب سامي الجميل يعني كل فترة عم يعمل مبادرات، عم يطلق مواقف. هلأ الأسبوع الجاي داعي للتظاهرات لطلاب حزب الكتائب. يعني هيدي السياسة المعتمدة من النائب سامي الجميل من جهة، والاحتمال الثاني اللي كان الخيار الثاني اللي كان متاح أمامه أنه يجاري التحالف الثنائي المسيحي ولو بالخطوط العريضة. يعني أي خط من هالخطين برأيك كان بيناسبه أكتر، وهل أخطأ؟ طيب مش مطلوب. يعني اليوم كمان الثنائي المسيحي انه منه هو المرجع النهائي يعني انه واحد يجاري. يعني اليوم اولا بس كقوه موجوده، يعني اليوم كقوه يعني مفترض انه تكون هي كمان عم تقدم افكار، يعني تجي تخلي سامي جميل او غير قوى سياسيه مسيحيه اقل حضورا يشعروا انه او يبينوا انه ما عندهم هامش يظهروا منها. ليش؟ لانه في افكار في مشاريع. اليوم ما في ورقه موحده عند الثنائي المسيحي، بعدنا عم نحكي بقانون الانتخاب. سامي جميل انه حزب عم يعمل انتخابات، عم يعمل حركته، عنده متباين عن القوات ومتباين عن التيار، مثل ما المرضى متباينين، مثل اي مرشح. خلينا نكون نحكي الامور بواعيتها، يعني حقه يعمل معركته. يمكن الناس بيقولوا انه اليوم كان في تفاهم ثنائي ليش هو ظهر منه بانتخاب عدم انتخاب رئيس الجمهوريه. هيدا انه فيه خطا او فيه صح، هيدا موضوع انه الايام بتبينه، لانه في رهانات على انه امبارح مثلا بس حكي رئيس الجمهوريه عن موضوع السلاح، اذا لاحظنا انه سامي جميل والكتائب بينما الحليف اللي هو القوات لا، كانت انه بحاله التريس، اعتبروا انه موقف يتيم بيقطع. فاذا انه الثنائي المسيحي حاله تشكل حاجه مسيحيه، بس اليوم عند المسيحيين السجاد انه الثنائيه المسيحيه بدك تجيب لي ناس فيها مثلا مع تقديري لكل الاشخاص، انه اليوم هي عمليه حزبيه مغلقه. يعني اليوم حزبيه مغلقه اليوم بيكون الثنائيه المسيحيه بيشعروا الناس فيها انه فيها مثل الوزير ميشيل قدي الله يرحمه، فؤاد بطرس، مثل الدكتور خليفه، شوقي خليفه نبيل خليفه مش السيد الجامعين تاني، يعني اللي عصام اوكي لا اوكي يعني عم بدي اعطي اسماء انه حنين. يعني اليوم وقت عم بيشوفوها الناس بس حزبيه ورايحه على موضوع سلطه عم بحكيك شيء لازم هن يعرفوه، عم بيكون في رده فعل، عم بيكون في نقزه. سامي جميل اكيد موضوع الاحزاب هي مشروع سلطه، يعني كمان بده يقول لك انا شو بده يطلع لي من هالثنائيه، هون بيتقدم عنده او عند غيره، انتبه عنده او عند غيره. الثنائيه استسلموا انه بكره يعني اول شيء الاتفاق على انه الانتخابات موقف موحد. ما بين بل انا عم بقول ثانيا بكره بتوزيع المقاعد بين الجميع اذا كان هو عم يجاريهم اكيد رح يحسبوا له حساب. لا مش هيك، يعني هو اليوم منه مطمئن. يعني خلينا نحكي امور انا بعرفها.
اليوم بمفهومه انه لك في كلام انه ما عم لك اليوم انا عندكم هون بتقدر تنفهم كانه فيها غزل لكم. في كلام انه الوزير جبران باسيل انا علي اقول في كلام انه الوزير جبران باسيل ورئيس الجمهوريه عندهم رغبه انه الكتائب تكون موجوده بالمعادله، وحتى يعني في عندهم رغبه حتى بموضوع الحديد الحدود المرضى، كما انه الدكتور جعجع بموضوع زغرتا ما بده يفوت عليها يعني بمعركه، يعني يصير في تحدي، انه لاحظنا انه في نوع من التوازن. بس انا ماني شايف انه في محل انه حدا بده يطبق على القوى، يعني بمعنى التسكير المباشر. بس سامي جميل شاعر انه بمحل، يعني ان كان جبران باسيل اخذ وطلع فيه عند رئيس الجمهوريه، وان كان في محل في نوع من يعني التواصل بهدف التوازن، يعني انه يكون في قوى حليفه بحجم اصغر من القوات بجبل لبنان هي الكتائب حليفه مع التيار. الا انه سامي جميل هو بنشاته عنده نظرة أنه كل الأحزاب الثانية أكبر منه بدأ عم تتمدد على حساب الكتائب، عم بيروح على عم يرفع عم بيوسع شعاراته السياسية اللي هي شعارات الأحزاب الثانية عندها إياها. يعني لو القوات اليوم خارج إطار التحالف، لو التيار خارج إطار اليوم رئيس الجمهورية، شوف أنت في مواقف مشابهة. اليوم سامي جميل عم يحمي حاله بمواقف عم يعتبر انه هيدي بتخليه متميز وقادر يتقدم ويكون هو موجود بين الثنائي كامر واقع بحساباته هو، اكثر ما انه بكره بنخلي مقعد او بنعمل تحالف من ضمنه عليه. بدنا نحكي بعد عن موضوع موقف رئيس الجمهوريه من حزب الله والحمله اللي اثيرت، وايضا عن بعض الاخبار المتنيه، خصوصا انه هل بالايام الاخيره موقع الكلمه اونلاين كان عنده دور معين بشو بدنا نسميها بالحرتقه؟ لا مش لا لا بس لا انه فتوا على الخط يعني لا انه حركه الموضوع يعني بتحريك الموضوع بس بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل وبنرجع مع الاستاذ سيمو ابو فاضل. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ضيفنا بهالحلقه الاستاذ سيمو ابو فاضل. استاذ سيمو اهلا وسهلا فيك من جديد. كمان شكرا. قلنا قبل الفاصل انه رح نحكي شوي عن الحمله يلي اثيرت اخيرا على موقف رئيس الجمهوريه من سلاح حزب الله، يلي هي يعني موقفه منه جديد، ردود فعل شو مش حمله يعني، او ردود الفعل او شو ما كان الخطه بإطار، لانه اكيد موقف بهالحجم بده بس تكتر من كذا اتجاه بتصير حمله. لا الحمله بتكون موجهه بمعنى يكون في متركاج يعني لهدف محدد. نعم. لك الموقف يوم الجمهورية معروفة إنه هو حليف حزب الله، وهذا التفاهم يعني مع حزب الله مش جديد، يعني له 12 سنة وواضح وقطع بعدة محلات كان استمر. الجمهورية يعني رئيس عام بس انتخب، انه الاداره الامريكيه هنته، الاداره الفرنسيه، رئيس اوباما، صار في تهاني لانه اليوم نحن قدام رئيس جمهوريه جديد بالبلد. وكان التفاهم بلبنان على اساس انه رئاسه بلبنان انه اليوم نحاول نخفف من الاحتقان وما نفتح المواضيع الكبيره. اليوم موقف رئيس الجمهوريه بياخذ كثير وقع، مش لانه هو ميشيل عون وعنده وراء يعني هذا التكتل، لانه الوزاره او النيابه، لانه رئيس جمهوريه لبنان بوقت انت على خط صراع يعني سني شيعي بالمنطقه، على خط بدايه مرحله اداره جديده مع رئيس دونالد ترامب اللي هو فاتح عناية على المنطقه وبلش يطلع مواقف، ومن مده كان في مواقف بحق اجراءات يعني وعقوبات ماليه. فاذا انه هذا الموقف ممكن بنظر البعض انه ممكن يحط لبنان بعين العاصفه، ما انه علاقه اذا ميشيل عون هو مقتنع بهيدي النقطه، ما هن كلهم عارفينه على الاساس. لا سمير جعجع يعني بباطن تفكيره، ولا سعد الحريري يعني بخلفيه قناعته بيعتبروا انه رئيس الجمهوريه اذا يعني انتخب بده يكون بعيد، يعني اللي بده يعتبر انه عم بيعمل انه عم بيشد وصوبه غلط، وهن بيعرفوها وهن واعيين واثنيناتهم يعني عندهم الوعيه يعني بالمنطقه. في نظريه قبل انه انتخبوا رئيس الجمهوريه بيبعد عن حزب الله. لا انا شفت انه هن قدموا على حزب الله، يعني هو حطهم تحت جناح حزب الله اثنيناتهم، لانه البلد كله صار محكوم بنوع من السكوت عن كثير امور كانوا يعتدوها على حزب الله. فاذا بالعكس انه رئيس الجمهوريه هو حطهم تحت هذا الجناح. بس خلينا نرجع لنقطه اساسيه كلامه هو بهذا الظرف. يعني اليوم هو عم بيطمن حزب الله انه انا رحت على السعوديه،
انا في حمله امريكيه، انا بدي اروح على جامعه الدول العربيه، انا بدي اروح على مصر. هذا العالم السنن عم يتحرك فيه، اللي بده يلحقوا بعدين زيارات على ايران ومن ثم الى سوريا، بس هو بده يطمنهم لانه هيدا هودي حلفائه الاساسيين اللي هن صمدوا معه 12 سنه او 11 سنه تعمل رئيس الجمهوريه، عدا عن انه كان في التزام سياسي معهم. فاذا هو بده يطمنهم، بس هيدا التطمين ما بيقطع عند المجتمع الدولي. يعني اليوم المجتمع الدولي بيعرف استجاد انه حزب الله عم بيقتل بسوريا، بيعرف انه حزب الله اليوم موجود على الساحة اللبنانية، وبيعرف كل امتداداته، وبيعرف كيف موجود، وبيعرف أي مناطق يعني مكشوفة. إنما الكلام بهذا الشكل في خوف على أنه بكرة مع الإدارة الأمريكية بلش مواقف أمريكية مضادة، أنه بكرة الكونغرس بيقول ليش بدنا نسلح الجيش اللبناني نحن إذا مثلا الجيش منه قدير. البعض عم بيقولوا أنه والله رئيس الجمهورية عم يعطي مساج للسعوديين أنه ما بكون تبعتوا الهبة، لكن نحن عم نحكي أنه في المقاومة، أنه فيه مساج تاني. بس نحن عم نحكي بمضمون الموقف كرئيس جمهورية لبنان اللي لو تم انتخابه تشخصت الأنظار صوبه، يعني تقلك أنه من 5 أشهر انتخب كلهم اتصلوا فيه، معناتها في فوكس عليه، يعني موقفه بده يكون محط أنظار، بده يحطوه على المشرحة. عم قلك كلهم عارفين شو عم بيصير، بس الإعلان أنه جيشنا ضعيف أو الإعلان بهذا الدور لحزب الله، معناتها أنت عم بتحط دور حزب الله عم تقدمه على دور يعني على دور المؤسسة العسكرية. وما تنسى خلينا نكون يعني نحكي الأمور بوعيتها، ما تنسى أنه بمعزل عن أي خلفية أنه اليوم قائد الجيش اللبناني عماد جنرال أهوجي كان له دور يعني أدير وكفوء بالداخل، وكان له دور بالخارج على امتداد إذا بشوف اجتماعاته مع هلأ بتعجل الأمور هاي بالتعيينات العسكرية، كان له امتداداته على خط يعني رؤساء الأركان والتنسيق مع الخارج، والجيش اللبناني محطوط على خط الخارج. مديرية المخابرات حققت إنجازات يعني بتخاطب فيها منطق ميشيل عون، عفوا عم نحكي يعني بتخاطب بمنطق الإرهاب الاستباقي، يعني مدير المخابرات الجديد إذا بتلاقي في تلاحم بينه وبين منطق ميشيل عون رئيس الجمهورية بموضوع الحرب الاستباقية، بتقلي عم يحكوا عن موضوع إسرائيل، ما رح يفهموها هيك هني أنت اليوم عم تطلع عم تحقق إنجازات، أنت جيشك ضابط الوضع منتشر على كل لبنان، وهني بيطلعوا على جيش اللبناني استجاد مش كجيش أنه مطلوب يروح يعمل معارك، أنه حافظ استقرار بلبنان بالحد الأدنى. بتقلي بيقيسوا على إسرائيل، ما حدا بيقيس بالمنطقة على إسرائيل، ما تحصل على إسرائيل من دعم ما حدا بيقدر، كل دول العربية كاملة كانت ما قدرت تواجهتها وتقدر توازن معها. هو الشكل بموضوع انه اعتبار انه الجيش مش جاهز، هيدي اللي بدها تاثر واللي بدها تعطي وقعة بالمجتمع الخارجي، وخلت بكل وضوح السكرت تعطي موقف تقول طب 1901 نحن ما بنقبل فيه يكون في خروقات فيه لانه هو بيؤمن. طب 1901 مش كلنا بنعرف، انا بقول كلنا عم شارك الجميع انه حزب الله عم يتحرك بهامش واضح ومكشوف، بس بدون ما تعلن. يعني اليوم مطلوب عم يتحرك وعم بيروح وعم يجي، وعارفين الامم المتحده وبيقعدوا هن والشباب يعني وبيقعدوا هن بيهم عارفين، بس مجرد الاعلان للمجتمع الدولي والمكلف الامريكي عم يدفع مصاري والنائب اللي بده يسجل انه وقف على دونالد ترامب بده يطلع يقول له بكره ليش بدنا نعطي لبنان احنا لك، انه رجع سقط بايد حزب الله. وكان قبل بيومين وليد فارس شو قايل؟ وليد فارس قايل انه لبنان سقط بايد ايران. فاذا انت اليوم كرئيس جمهور بس كان قايل بذات الوقت استاذ سيموم هذا بالعنوان، كان قايل لبنان سقط وخاضع للنفوذ الايراني، بس كان قايل انه الرئيس ترامب مستعد انه يساعد ويتدخل شرط انه اللبنانيين يطلبوا، بس ماني شايف انه اللبنانيين رح يطلبوا. اللبنانيين انا بدي اقول لك شغله، يعني اذا كان رئيس الجمهوريه بده، اذا بدي اقول لك شغله، حط رئيس الجمهوريه سعد الحريري، نبيه بري، سمير جعجع، جبران باسيل، ميشيل عون، جنبلاط، عفوا يعني عم نحكي كم، شو بده يطلبوا من بده يقولوا له لترامب خيي نحن في عنا يمكن مثلا يا بروح على موضوع مزارع الشبع يا بروح على التعدي الاسرائيلي وتقويه الجيش ودعم لبنان وتحييده على المنطقه. ترامب هيدي مواقف هلا ما في قدمها، يعني لا في لا مطلوب اليوم يبعث عناصر مارينز يقاتل، وهذا ما حدا بده يروح على منطقه انتحاري، مطلوب يعني تطبيق القرارات الدوليه اللي هي داعمه للبنان، ما في طبقه يعني هيك ممكن يقولوا له تركنا رايقين كمان ما هي جي بس انه اليوم المطلوب منه انه روح بدك انا انه فيني اقول لك في ترسيم الحدود سقط اليوم 1608 وين بدك تعمله بموضوع ال بموضوع اللي عم بيصير طبعا يعني ما في اكثر من انه يعتبر انه لبنان اليوم بمرحله متميزه عن المنطقه، لانه اليوم المنطقه كلها والعينه اليوم نقطه مهمه، لانه لبنان جنينه خلفيه لكل المنطقه،
اليوم سوريا رايحين عليها على نظام جديد، عم بيحكوا بنظام جديد. بس استسمو لو بدي اقطعك، لانه من شوي ورد خبر عن طيارة، هبوط الطائره تابعه للميدل ايست بمطار اتنا، على اعتبار انه اكتشفت فيها عبوه او كان في تخوف من عبوه ناسفه على متنا، انطلقت من بيروت وهبطت باتنا. هلا صدر توضيح انه تبين انه ما في عبوه، يعني القصه بس تخوف من عبوه. يعني هو نشكر الله انه ما يعني شفت هيدي مثلا انه نقطه مهمه، نخلص الكلام بغير الموضوع. نقطه مهمه انه اليوم لبنان يعني محيد بمعنى اول الاجهزه تبعه، الاجهزه كلها بمعنى ضبط الوضع الامني الداخلي، واليوم هو بمنقى. يعني اليوم اللي عم نشوفه بسوريا من مجازر، من قتال، من فرز ديموغرافي، اليوم البلد حيد، والقوى السياسيه اللي انتجت التسويه سواء بيعتبروها محليه او بيعتبروها انه تفاهم سعودي ايران متمائل عنب وجردي، بس بالنتيجه سلمت انه نحن اليوم بدنا نحيد حالنا. في ناس طابشه لعندهم، يعني هي طابشه لصالح 8 اذار، بس اليوم في فريق معتبر انه خيي انا بدي اعتمد الحكمه. انا مثلا اعتبرت فريق لبيال انه بذكرى 12 استشهاد الرئيس الحريري انه عم يحتفل برئيس ميشيل عون، لانه اللي شفته من كلام وانه دكتور جعجع بيقول لك في جبل ببعبده، الرئيس الحريري بيقول لك انه نحن على الاو تي في من يومين، كان حال على الاو تي في كثير. طب انه انا اليوم بطلع بقول طب اخي انه منيحه، بس انه انا ما بدي ارجع لورا الخلافات والمشاكل منيحه. فطب هيدا النوع من التقارب والحكمه اللي عندها اياها قوى سياسيه. ما بدي ارجع قلت لك يعني انه عير وقول انه الناس دفعت الثمن، بس اليوم هيدا مؤشر ايجابي انه لا سعد الحريري بده ياخذ الناس على المهوار، ولا سمير جعجع بده يحطهم بين مواجهة، ولا الفريق الاخر. يعني فاذا هيدا الموقف المطلوب اليوم انه ما حدا يعتبر انه بالخارج انه اليوم يصنف لبنان بمحل معين، هو المطلوب عدم تصنيف لبنان على خط معين، لانه اليوم رئيس الجمهوريه راح قال له السعوديه هي ضامنه الاعتدال. هذا كلام كثير له بعضه بعد مرحله من الخلافات. نعم، خليني بس قبل كمان اشير انه رئيس مجلس اداره شركه طيران الشرق الاوسط الاستاذ محمد الحوت وباتصال مع الاو تي في اكد انه الطائره خاليه من اي مواد متفجره وستعود الى بيروت، يعني ما كملت رحلتها، رح ترجع من وراء اللي صار. اوكي، خبرين منيح، الحمد لله على سلامه الركاب. بيكونوا طبعا توتروا، بيكونوا اكيد عطلوا هم. وخلينا نرجع من موضوع حزب الله الى موضوع الانتخابات يلي هو يعني موضوع الساعة واللي بلشت الناس تحكي فيه، ولو انه بعده قانون الانتخابات مش واضح. خلينا نحكي اول شيء بشكل عام قبل ما نحكي، بدنا نخصص جزء للمتن الشمالي، كون حضرتك من المتن الشمالي وكون كان في يعني على موقع الكلمة اونلاين اكثر من مقال خلال المدة الأخيرة عن هذا الموضوع. على الصعيد الوطني العام وتحديدا خلينا نحكي بالشأن المسيحي، لأنه هونيك المعارك الأساسية بتصير عادة، أمام التحالف الثنائي المسيحي وأمام موقف الكتائب وأمام الخلاف المعروف بين الثنائي والمردة. أين المرشحين المستقلين بكل هالموضوع، من النائب من الوزير بطرس حرب إلى النائب ميشيل المر إلى غيرهم؟ لك كل من علاقة بالتحالفات، يعني اليوم مثلا أنا بشوف بمنطقة زغرطة، منطقة زغرطة أنه حتى اليوم النائب سليمان فرنجي هو الأقوى، يعني هو فريقه السياسي، وفي معلومات أنه رئيس سعد الحريري وعده أنه الأصوات السنة سيكون إلى جانبه، وفي حتى كلام الى حد انه ما بين يعني ميشيل معوض لو نزل ضمن اي صيغه او فريق المضاد يعني ما حيدعموا سعد الحريري. فاذا يعني بهيدي المنطقه في ثغره ما فيها تتمدد عليها فريق الثنائي المسيحي. البعض بيقول في مش قادر يعمل فرق اذا كان في تحالف في صغرته ومعركه. مين بحال قرروا الثنائي المسيحي يعملوا معركه بصغرته؟ لك في لك هي بالسابق فرقت نتيجه ظروف. استاذ ميشيل معوض بيعتبر انه عشيه السنسين دفع الثمن. بس اليوم في شغلتين، يقال انه حزب الله ما عنده رغبه بانكسار النائب سليمان فرنجي لانه بيعتبره مرشح رئاسي احتياطي. نعم. الوزير جبران باسيل مرشح رئاسي، دكتور سمير جعجع مرشح رئاسي. نحكي الامور بالواقع المكشوفه. طيب اليوم في كلام انه حزب الله تمنى انه عدم هالقد يعني دخول الى منطقه صغرته. سمير جعجع اذا بنلاحظ ما عمل مواقع، فتح مراكز قوات بصغرتها، اعتبر انه ما بده هيدا الامور تبقى على يعني بده يطبع الوضع، ممكن يدعم مرشحين. بس مثل ما هي اذا القانون عم نحكي هذا القانون الحالي. عم نحكي بالاقضيه الحاليه. اذا بهذا القانون الحالي انا بشوفها منطقه صغرتها بتكون طابشه لسليمان فرنجي. حتى اذا تيار المستقبل ما دعمه بالكوره كمان. نعم. عم تقول لي انت بطرس حرب،
اذا عم ينحكى انه هو وسامر السعدي خلينا نحكي محافظ القاب بهذا الوضع، انا بعتبر انه اذا باقي القصه بهذا المنطق انه عم ينحكى القوات عم بيقولوا يمكن دكتور حرب في عندهم شخص انه رح يكون مرشح من فوق. يعني. نعم بعتقد هذا لانه كان حكى جورج مراد او وليد حرب او فادي سعد، ما بعرف هذا خيار عندهم هن. جورج مراد يلي كان ممكن يترشح مع التيار الوطني الحر قبل يمكن يعني. عم بسمع باسمائهم ايه. تيار مش لا لا اوكي نعم. على كل حال انه انا بشوف انه مثلا اليوم اللي عم بسمعوا كمان اصوات السنه بالبطون هن شيء 1800 صوت، عم نحكي لانه عم تكون معارك دقيقه صحيح، هونيك في بلده راس نحاش بقى انا ايه في انه وفي الكتائب وبطلس حر رح يكونوا سوا، وفي معركه قويه ضد جبران بيصير هونيك. انا بشوف بهذا الوضع اذا بتطلع على منطقه بطون هيك بقول بطون رح تخسر انتخابات نيابيه هويتها القواتيه، يعني حيطلع بشوف انا الوزير بيصير هو رح ينجح، وبشوف بطلس حرب لانه البلوك الجبلي وهيدي إلا عم بقولها كمال فغالي علنا بكل البطون وهيدي مكشوفه انه بهذا التحالف بطلس حرب من فوق الوزير بيصير من تحت رح يكون في اثنين فايزين، بطلس حرب وجبران باسيل. نعم. انا عم بحكي واي عم بنسبها لشخص انا ما بعرف استاذ كمال فغالي، يعني احترامنا له وتقديرنا، بس عم بتذكر تجربته بال 2009 ما بعرف اذا كانت كثير ناجحه بالاحصائيات. طب اوكي انا عم بحكي يعني عن اشخاص. لا انا ما عم بتبنى لا لا, لا انا يعني. عم سمي تقول انه مش كلامي انا، بس في غيره كمان قالها انه اليوم في هذا النوع لانه كان في يعني في هذا النوع من الكلام. نعم. لا غير مناطق بالمتن ما فيني اقول لك كيف، لانه اليوم في يعني في اتصالات عم بتصير انه بين القوى السياسيه بين بعضها. اليوم عم ينحكى انه التيار قوات صارت محسومه، يعني مقعدين للتيار مقعد للقوات بموضوع الموانه. يعني الرابع ناس بيحكوا، ناس بيقولوا الحزب السوري القومي الاجتماعي، ناس بيقولوا سركيس سركيس، ناس بيقولوا سامي جميل، اذا كان طبعا في جو من التفاهم. يعني مش واضحه بعد العمليه، لانه يعني عند القوميين فادي عبود بيقول انا بترشح اذا غسان اشقر بيقبل انا ارتشح، ما بيترشح. نعم. في بترجع تسمع كلام تاني بيقولوا طب ايسر عبيد هو برتبه امين بالحزب السوري او من الاجتماعي وترشح ترشح سابقا انسحب، القوميين بدهم حدا انه من ملتزم. يعني هيدا النوع من الترشيحات اللي انا ما بعرفها، هي بترجع لقوى السياسيه انه مين بده يكون اقرب اليوم، مين بده يجيب اكثر، بدك تشوف لانه بالمقابل مين فيه، التشناك شو بيعملوا، هل التشناك حيحطوا باتجاه كامل كل الليستا او مثلا بيقولوا نحن رح نكون مثلا نحط حدا يمكن سامي من ثاني الجهه، ولا انا بستبعدها لانه التشناك بحطوا يعني التزام كامل نائب ميشيل المر بعد اليوم ما حدد موقعه. يمكن انا برأي عم بسألك استاذ سيمو انه اليوم التحالف الثنائي يعني انضمام القوات اللبنانيه انتقاله من ضفه الى ضفه بالمتن الشمالي، خلينا نحسب انه التحالفات هي نفسها تبعيه 2009، قديش ممكن يكون له تأثير على هود الشخصيات يعني مثل النائب ميشيل المر او غيره؟ ما بعرف، انا ما بقول لك ما فينا اعرف لانه اليوم بدك بلوك يقبله، يعني ميشيل مول عنده قواعده. نعم. الكتاب عنده قواعده، عم اقول انا بدك تعمل يعني شيء مقابل، يعني اليوم اذا بنرجع للتحالف بدي اقول لك انا مين فيه بالتحالف. انا ما عندي انه جواب ما فيني جاوبك عليه، انه اليوم النائب ميشيل مول بيرجع بقول مثلا انه وطلع بيان مشترك انه التشناك انه وياه رح يكونوا سوا هالمره. طيب هل انه هو رح يكون من ضمن هذا يعني متحالف مع هذا التحالف بموقع أرثوذكسي؟ تبع كيف اليوم اذا ميشيل مول قال انا انتخبت رئيس الجمهوريه وانا لانه دائما بكون الى جانب العهد بدي يكون بهذا التركيبه، هذا نص المعركه راحت. طب سامي جميل شو بيعمل؟ يعني من هيك عم لك ما عندي جواب نهائي. القوات اللبنانيه هل رح تقبل مثلا بتحالف مع القوميين او القوميين بيقبلوا بتحالف مع القوات؟ يعني في كلام كانوا مسكرين على هالموضوع او في يعني تركينه احتمال وارد مين اقل من البحث القوات اللبنانيه مع الحزب القومي، لان عندهم منطقتين فيهم تماس مباشر المتن والكوره. هيك انا بشوف ان سمير جعجع عم بنبش على بعد وطني، انه خي انا اذا بدي بموضوع بشير الله يرحمه، يعني انه مزايدات، انه اذا كان شخص يعني على كل حال بموضوع الرئيس بشير الجميل. لا بس بدي الف سامي لا موضوع المحاكمه انه في جلسه بادار صح، يعني بس انا عم اقول انه هو الحزب انه انا عم اقول انه بعيدا عن قضيه الرئيس شهيد الجميل، انا عم اقول انه القوات هل انه ممكن تكون يعني هي مثلا القومي، انه انا بقول لك اذا كان فادي عبود عن القومي بدها تطلع مني كانه عم سوي يمكن تنقبل،
يمكن يقولوا اليوم. انا سمعتها من هيك قال لك، انا سمعتها من الاستاذ ايسر عبيد. نعم. قال لي نحن ما في شيء، مره قال وزير ملحمة الياشي على التلفزيون انه نحن والقوميين ما في هالخلاف الكبير، هيك بلش نكشف الامور. نعم. يعني سمع منهم عند غسان اشقر منه حد، يعني اذا بنعرف نحن استاذ غسان اشقر بموضوع التسعين ومن بعد، قديش في ناس حتى اللي هدموا له بيته راح قعد معهم ويعني وحماهم، ما فيها الحدية بالمتن. قديش الأفكار السياسية بدها تقسم، ما بعرف. أنا بدي أقول لك شغلة أنا بقولها دائما، أنه قادرين برأيك يحملوها، يعني إذا مين؟ كان إذا كانوا الكتائب تاني مايلة، قادرين القوات يكونوا بلايحة فيها مرشح للحزب القومي؟ شو في هنا والقومية؟ حتى نحكي بقية قضية الرئيس بشير الجميع، يعني ساعتها بتصير بالتداول السياسي وخصومهم بيصيروا يستغلوها. اكيد، بس انا عم اقول اذا عم لك حسب الشخص، يعني عم لك يا حسب الشخص كيف بدها تكون. نعم. اليوم القوميين بالمتن مش قابلين يكونوا بقى خارج اللعبه. انا عم بحكيك انه اليوم تحت شعار انه القوميين انه بناخذ الاصوات، بيعتبروا انه خلص هيدي صارت معهم ما بقى يقبلوا 2005 2009. مشان هيك ما راح اقرب من جواب القانون، اذا كان فيه نسبه بيريح كثير ناس، بس بالبلوك المسكر هيك، يعني حتى على الكاثوليك في مشكل، يعني على الكاثوليك ما بدي بلش اعمل انه عم بزار اسماء. عم لك انا بموضوع القومي حتى الكتائب، يعني مثلا اذا اعتبرنا انه اذا سكرت الليستة ما كان فيه، اذا قلنا ما بدي بعمل لك زكي اسماء، اذا اعتبرنا سكرت الليستة ما فيها قومي، طب القومي بده يترشح والكتائب بيقبلوا شو بيعملوا؟ يعني بيلتقوا، بمعنى انه بصير في تلاقي. منا سهل اليوم، يعني منطقه المتن من المناطق الصعبه، لانه فيها تفاعلات كبيره، في ناس ما بقى بدها اخرين، في ناس بدها هي تثبت حالها. واذا عم نشوف يعني القوى السياسيه، التيار والقوات اللي هن خسروا بالانتخابات البلديه، عم يعتبروا انتخابات نيابيه هي مختلفه عنا وبدهم يردوا فيها الاعتبار. هيدي النقطه من المواجهه الا كثير من الحسابات، لانه في نقطه اساسيه عم اقول لك ارجع اياها، هي التشنك. إذا اليوم أنت بده يكون عندك مرشح مثل السابق عن 2009 كان النائب ميشيل مور بتاني ليستا على أساس التشنك حلفاء وبيعطوه ما عطيو. طيب اليوم إذا مثلا ميشيل مور كان هو ومثلا نقول اللي اسمه صعب، ما يعني عم فوت بأسماء أنا ما بحب أقولها، كان على هيدي الليستا، طب هيدا الليست انتهت، يعني تشناك مش القوات تيار انحسمت، يعني باتجاه الليست اللي هن فيها القوات الكتائب اللبنانية. هل انه انت، وهون بدي اخذ بكلام رئيس الجمهورية، هل انه عزل مثلا الكتائب بتعمل ردة فعل؟ متن كبير منه هين، بس كمان بدك تشوف انت مين مقدم وجوه، يعني اذا عم تقدم وجوه مستهلكة بالنيابة صارت الناس معودة عليها وبتقول لك انه بدي حدا شيء جديد، كمان هيدي فيها ردة فعل. وفي خلافات ضمن الصف الواحد، في ناس بتترشح، في ناس ما بتقبل تقعد برا. منا سهله، يعني تأجي اقول لك انه انتخابات المتن هو مشوار، يعني هي عمليه صعبه. بتحكي استاذ سيمو عن انه ضمن الصف الواحد في اكثر من شخص يمكن بيكون طارح حاله، بصير في منافسه بيناتهم، يمكن تبلغ درجات شوي غير اعتياديه بمراحل معينه، بس اقله هيدي بالليحه اللي من ضمن التيار الوطني الحر. الليحه المقابله باستثناء النائب سامي الجميل والنائب ميشيل مر، هل برايك عندهم يعني وجوه معروفة وقادرة أنه تخوض الانتخابات، أو رح يشكلوا ليستا بس ليقدروا يخرقوا بشخصية مثل المرة الماضية؟ اليوم بعد ما بيّن بالمتن مين بده يفوت على الانتخابات، لأنه كلهم أنا عم شوف ناس متنيين عم يبطوا الآخرين بقانون الانتخاب. يعني اليوم بالمتن بيقولوا لك أنه اللي بده يروح صوب القوات بيقول لك أنا اللي بده عند القوات عندهم قادي قبل لمع وخلص، يعني ضامنين أنه مقعد مرشحهم. عند التيار بيقولوا طب امبارح صار في انتخابات داخليه، التيار عنده اسماء انه اسمائه صارت معروفه، ما حدا عم بقارب اي اتجاه، صوب نائب سامي جميل كتب ما حدا كمان عم بروح، لانه عم ينحكى انه بكره ممكن يكونوا مع بعضهم الشباب انه يدبوا على بعضهم. ما حدا اليوم عم يجي يقدم على خيار مكشوف، انه من هون عم اقول لك البديل ركبت بالسابق. سابق أنا ركبت وقت اللي انعمل تركيبة إنه كانت التيار الوطني والقومي والتشنك، تشكلت تركيبة مقابلة. يعني منا صعب تلاقي الناس عندهم اعتراض ويبينوا بلحظة من اللحظات يمكن عندهم حضورهم، بس أنا عم لك ما فيني أجي أقول لك اليوم إنه سامي جميل وميشيل مور سوا، ما فيني أضمنها. يعني ليش ما فيني أضمنها؟ حتى هيدا منا أكيد لا ما من أضمنها، لأنه اليوم إذا قلت لك قبل شوي، يعني
ما في شيء نهائي، ما في شيء نهائي. نحن عم نحكي كأنه القانون الأكثر باقي بوقت هذا، يعني الأرجحية إنه ما رح يبقى مش بقى. مش إن هيك ما بدي أرسم يعني صور من التحالفات مش واضحة المعاني. أستاذ سيمو، قبل ما نختم الحلقة لابد من سؤال أخير له علاقة بموضوع المتن الشمالي. لا انماء مش سياسي مرة، شو سمعنا عن موضوع جسر جلال الديب؟ لأنه في هيك أخبار متناثرة إذا بدنا نسميها، أنه في شيء على الطريق صار. أنا بعرف مختلفين على جسرين، يعني على الصيغة الأو والأل. ما بعرف الشخص اللي قال لي إذا بيقبل أسميه، يعني شخص قريب من الجمهورية، بس هي الكلام كنت عم بحكي أنا وياه. قال لي الرئيس إنه حيحسم الموضوع، يعني حيحسم بمعنى حيبط بالخلاف باتجاه الأل. لأنه الأل بكلف أقل وبينعمل بسرعة. أنا بعرف إنه صار في أمل موجودة، صار في أمل موجود. أنا بعرف كنت بقعدة، كنت أنا وأستاذ اللي فرحات أبو جودة وأستاذ ليمون عطيه اسمه اللي جلال الديب، أستاذ ليمون عطيه بيقول إنه في هذا في الأل اللي فرحات بيقول له أنا ما بقبل فيه لأنه بيعمل ضغط على أنطلياس. هداك بيقول له أنا برفضه، بيقول له ما فيك ترفضه لأنه قرار حكومي. يعني هداك بيقول له أنا أوكي بروح على الطعن. يعني بعد الموضوع عم نحكي بالواقع، هيدا بده يجي قرار لأنه كان في دبل إيه وبكلف مبلغ معين، بده يطلع قرار ملزم ومباشرة بالبنية. أنا ما بعرف أي، ما فيني حدد أي الأفضل، لأنه هي صار القصة 4 سنين، يعني يمكن هالتخبط آخر شيء صار بده حسن. هيدي يعني هيدي غلطة أحد نوابكم وقت بلش يقول إنه لازم تشيلوا نوابنا. أنا هون نحن أو تي في. أوكي طيب، أحد نواب التيار، أحد نواب التيار اللي دخل على خط المزايدة، اللي هو كان الجسر بعد ما كان بده هذا، كان الجسر بده بس صيانة، بس انه انشال بوقت انه في متغيرات وصار في حكومه جديده. هيدا رايي، هيدا رايك استاذ، رايي انا ها. لا يلزم الاو تي في، هو ما بيلزمني لالي اكيد. لا عم لك انه هو جسر وصار في فتنه، بعدين فات البلد بموضوع الدبل اي والال تعطلت. نعم، شكرا لك على هذه الحلقه لليوم. مسي لك من المشاهدين، وان شاء الله مرت الجاي بنحكي عن الجسر بيكون بلش الشغل فيه وبيكون صار في قانون انتخابي. لازم. شكرا لك. مسي لك. مسي لك مشاهدينا، شكرا للمتابعه. نلتقي مجددا في حلقه اخرى من حوار اليوم غدا الساعة 11:30. إلى اللقاء.